لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المات تي في. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: الوداد الرياضي ينهي قمته ضد نادي مولودية سوجدة بالتعادل ويعيد ملف احتجاجه ضد الحكم رضوان شيد، وليد الكرسي يعلنها في وجه اللاعبين ويعد بالتعويض في المباريات القادمة. رسميا حكم شديد من الطاس يصدم به سعيد الناصيري والجماهير الودادية. أيوب الكعبي يحسم مستقبله مع فريق الوداد الرياضي، وغياب سيمون موصوفا يفاجئ الجميع. أنهى فريق الوداد الرياضي قمته ضد نادي مولودية سوجدة بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك برسم الجولة الثانية عشرة من البطولة الوطنية. وضيع لاعب النادي الأحمر فرصا كثيرة في الشوط الأول، كما كان الحارس الوجدي متألقا في تدخلاته ودافع عن مرماه بكل استماتة. وضغط فريق الوداد الرياضي بقوة في الشوط الثاني وحاول البحث عن هدف التعادل من خلال العرضية ومحاولة اختراق دفاع وجدة من الوسط، غير أن ذلك لم يمكنهم من بلوغ الهدف إلا في حدود الدقيقة 80 عن طريق المهاجم أيوب الكعبي، والذي ضيع فرص كثيرة قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل. ورفع النادي الأحمر رصيده من النقاط في صدارة الدوري ب26 نقطة، ومبتعدا عن أقرب ملاحقيه فريقي الرجاء والجيش الملكي المتواجدين في المركز الثاني برصيد 19 نقطة. تخيم حالة من الغضب على مسؤولي فريق الوداد الرياضي لبعض قرارات الحكم رضوان جيد الذي قاد المواجهة أمس الخميس بين فريق الوداد الرياضي ونادي مولودية سوجدة لحساب الجولة الثانية عشرة من البطولة الوطنية. وأكد مصدر داخل الفريق أن مسؤولي النادي الأحمر بصدد جمع الحالات التي كانت مثار جدل خلال المباراة، ومنها ركلة الجزاء لم يتم احتسابهما للفريق دون تدخل حكم الفار سمير الكزاز. كما سيثير فريق الوداد الرياضي ركلة الجزاء التي احتسبت ضده دون العودة لغرفة الفار، بعدما أظهرت العديد من اللقطات مسك المدافع الشيخ إبراهيم كومارا لمهاجم نادي مولودية سوجدة من خارج منطقة الجزاء. وأوضح المصدر أن الحالة الثالثة لم تكن تتطلب 5 دقائق للتأكد من هدف الوداد في آخر الأنفاس، وهو ما أعاق حماس لاعبي الفريق الذين كانوا يضغطون على منافسهم لتسجيل هدف آخر. وكانت المواجهة قد شهدت اصطداما عنيفا بين الحكم رضوان جيد والمدرب التونسي فوزي البنزرتي، كما تم طرد محمد بن شريفة المدرب المساعد للنادي الأحمر. أكد وليد الكرسي لاعب فريق الوداد الرياضي أن ضمان نقطة واحدة في المواجهة أمام فريق مولودية سوجدة أفضل من لا شيء، واعترف وليد الكرسي أن فريقه ضيع فرصا كثيرة في المباراة خاصة في الشوط الأول، مما يفرض على زملائه تصحيح الأخطاء التي يرتكبونها أمام المرمى وتضيع عليهم فرص حقيقية للتسجيل ومعها نقاط المقابلة. وأضاف وليد الكرسي يلزم على اللاعبين التعلم من المباراة ضد نادي مولودية سوجدة من أجل تعويض نقطتين ضائعتين في المباريات المقبلة بالدوري. قضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية الطاس بإلزام فريق الوداد الرياضي بتسديد مبلغ مالي قدره 585 مليون سنتيم للاعبه السابق ويليام جيبور، وذلك بعدما اقتنعت بالدفوعات التي قدمها والتي أكد من خلالها عدم توصله بمستحقاته المالية لثلاثة أشهر، وهو ما دفعه إلى فسخ عقده من جانب واحد. وكانت لجنة النزاعات بالفيفا قد حكمت لصالح ويليام جيبور بمبلغ مالي قدره 834 مليون سنتيم، قبل أن تعمد محكمة التحكيم الرياضي الدولية الطاس إلى تخفيض المبلغ إلى 585 مليون سنتيم. وكشف مصدر مسؤول أن ويليام جيبور كان يطالب بمليار و100 مليون سنتيم، غير أن الفيفا اكتفت بتعويضه ب 834 مليون سنتيم بعد انتقاله للدوري الإماراتي، لأنه لا يمكنه الحصول على منح التوقيع من فريقين مختلفين عن نفس الموسم. وأوضح المصدر أن الطاس خفضت المبلغ إلى 585 مليون سنتيم لعدم أحقية ويليام جيبور في الحصول على بعض الامتيازات المنصوص عليها في العقد بعد انتقاله إلى الدوري الإماراتي. وصل مجموع المبلغ الذي حصل من أجله عبد الإله أكرم الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي على حكم قضائي لصالحه ب 527 مليون سنتيم، مما دفعه لحجزه على الحساب البنكي للنادي الأحمر. وتزامن الحجز البنكي مع اقتراب توصل الفريق الأحمر بمنحة التأهل إلى الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والبالغ قيمتها 650 مليون سنتيم،
علما أن الاتحاد الأفريقي الكاف سيرسل للنادي الأحمر 500 مليون سنتيم، فيما سيحتفظ ب 150 مليون سنتيم تحسبا لأي عقوبة تفرض على الفريق الأحمر. وسيحرم عبد الإله أكرم فريق الوداد الرياضي من 527 مليون سنتيم إذ سيحصل على منحة الكاف، في انتظار استكمال مبلغ الحكم القضائي من منحة 100 مليون سنتيم التي سيتوصل بها فريق الوداد الرياضي من الجامعة الملكية المغربية بعد تأهله إلى الدور الربع النهائي لعصبة الأبطال. وتسبب الحجز القضائي لعبد الإله أكرم في حرمان لاعبي فريق الوداد الرياضي من صرف شيكاس وكيمبيالات حصلوا عليها من إدارة النادي الأحمر من أجل التوصل بمستحقاتهم المالية. وافق المهاجم أيوب الكعبي لاعب فريق الوداد الرياضي على الاستمرار بالنادي الأحمر في الموسم المقبل لرغبته في المشاركة بكأس العرب التي تستضيفه قطر في الفترة المقبلة. وينتهي عقد المهاجم أيوب الكعبي مع فريق الوداد الرياضي في شهر يونيو المقبل، لذلك باشر مسؤول النادي الأحمر مفاوضاتهم مع هداف الفريق لإقناعه بالاستمرار مع النادي الأحمر لمواسم أخرى. وكشف مصدر مسؤول أن المهاجم أيوب الكعبي أعطى إشارة إيجابية للبقاء بفريق الوداد الرياضي لرغبته في المشاركة بكأس العرب التي يراهن على التألق بها، وينتظر أن يحسم أيوب الكعبي مستقبله مع فريق الوداد الرياضي خلال الفترة المقبلة من أجل تمديد عقده مع النادي الأحمر لمواسم أخرى، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي في شهر يونيو القادم. ارتاء التونسي فوز البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي عدم المغامرة بإشراك المهاجم سيمون موسوفا في المباراة ضد مولودية وجدة أمس الخميس برسم الجولة 12 من البطولة الوطنية، وذلك بعد إحساسه ببعض الآلام خلال الحصة التدريبية ليوم الأربعاء الماضي. وكشف مصدر مسؤول أن فوز البنزرتي فضل إعفاء سيمون موسوفا من المباراة ضد مولودية وجدة حتى يكون جاهزا لمواجهة سريع وزم يوم الثلاثاء المقبل برسم سمو النهائي كأس العرش. وبخصوص المهاجم بديع أوك فإنه سيكون بإمكان التونسي فوز البنزرتي الاستفادة من خدماته في المباراة القادمة ضد نادي سريع واتزن في كأس العرش.